وليعلم أنه لا يثبت في شيء أنه مبارك إلا بدليل، لأنه إنما البركة من الله وليست شيئا يقترحه الناس أو يتواطع عليه الناس في أن ذلك الشيء مبارك أو أنه ليس مبارك. إنما البركة من الله، لا سيما فيما يتعلق بالأشياء التي يتبرك بأعيانها، فلا يتبرك بشيء أحد من بأثار أحد من البشر إلا سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاء ذلك في فعله. أما غيره لا يقاس به، لا يقاس بسيد الورى وإمام الهدى والذي خصه الله بالخصائص والفضائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم.